أكمل قراءة ما قاله ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية جزء سابع بين الصفحتين 294 إلى 308. قال ابن تيمية: فأبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين إلى أن يقول: وعلى هذا فيكون خبر أكرم عن ابن عباس ونحوه رؤية عين، يكون خبر أكرمة ونحو خبر أكرمة رؤية عين، كما يذهب إلى ذلك طوائف من أهل الحديث. إذن هنا عنده خبر ونحو هذا الخبر وأكثر من خبر تدل على رؤية العين، ولا يذهب إلى هذا طائفة من أهل الحديث وإنما طوائف من أهل الحديث. هنا يوجد مقتبسات قدام من تلبيس الجهمية بين الصفحتين المذكورة قبل قليل. أقول المقتبسات: أليف، ومع هذا فقد روي، طبعا قال ابن تيمية بالتأكيد، ومع هذا فقد روي بهذا الإسناد بعينه عن أكرمة ما يبين أن رؤية الآخر على وجه آخر. وقال في هذه الرواية، لاحظ إذن عنده رؤية الدنيا تختلف عن رؤية الآخرة، عين الدنيا تختلف عن عين الآخرة، ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. يعني الآن أتى في ذهني قضية النور والرؤية في الدنيا والرؤية في الآخرة، وأتى في ذهني كيف أن ابن تيمية هو إمام الجهمية، لكن للتدليس يحاول إخفاء هذا، وللحاجة وللأنا وللسمعة وللواجهة وللمغالطة يحكي في مقامات خلاف ما يعتقد. أنا أسأل التيمية، ما دام الحديث عن البصر وعن النظر وعن الرؤية، فبصرك اليوم حديد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآن فقط للتيمية سؤال: هذا الحديد من أي نوع من أنواع الحديد؟ هل الحديد قابل للصدى أم غير قابل للصدى؟ هل مطلي بطلاء ضد الصدى أم ليس بمطلي؟ هل يستعمل للبناء؟ هل يستعمل للتسقيف هياكل كما يسمى بالمسقفات والجملونات أو لا يستعمل؟ هل يمكن أن نبني وننشئ مصانع في عيون هؤلاء الذين صارت أبصارهم حديد؟ أم سيلتجئ التيمية وسيكونون أئمة الجهمية فيؤولون هذا؟ باء: وروى عن أكرمة في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في سورة القيامة. قال: مسرورة فرحة إلى ربها ناظرة. قال أكرمة: انظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه، أن لو جعل الله جميع من خلق الله من الإنس والجن والدواب والطير وكل شيء من خلق الله، فجعل نور أعينهم في عين عبد من عباده، ثم كشف عن الشمس سترا واحدا ودونها 70 سترا ما قدر أن ينظر إلى الشمس، والشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي، والكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش، والعرض جزء من 70 جزءا من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله تعالى عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عيانان. أقول هنا: قف يا تيمية، وقفوا يا أتباع التيمية، وبدون أي تأويل كما في البصر الحديد، فبدون أي تأويل وبكل صراحة نقول لشيخ تيمية: لقد أطحت بحظ البصريات وعلماء البصريات والفيزياء وعلماء الفيزياء، وإذا تريد بالعراق أيضا نقول طيحت حظهم وحظ خلفوهم. فحتى طلبة الابتدائية يعرفون أن رؤية الأشياء تحصل عندما يكون الجسم المرئي، التفت جيدا أنا قلت بدون تأويل، مع التأويل فأنتم جهمية وانتهى الأمر، فأنتم تستحقون القتل قبل كل أصناف الجهمية، قبل الصوفية وقبل الشيعة والرافضة والمعتزلة والأشاعرة والأباضية وغير هؤلاء. قلنا بدون تأويل. أقول: فحتى طلبة الابتدائية يعرفون أن رؤية الأشياء تحسن عندما يكون الجسم المرئي منيرا، فتصدر أشعة الضوء من الجسم المرئي وتسقط على العين فتحللها العين فتحصل الرؤية بإذن الله تعالى، وليس كما تتصور يا تيمية
فبنيت كلامك على أساسه واهما أن الرؤيا تحصل بسبب صدور أشعة ضوء من العين فتسقط على الجسم فتحصل الرؤية، فماذا عندكم من جواب ومغالطات وحشو كلام في المقام؟ لا شيء إلا بأن تدخلوا في الإسلام من جديد وتنضموا إلى أهل التنزيه الموحدين من المعتزلة والأشاعرة والشيعة وغيرهم، وستكونون مؤولة جهمية أصليين أيضا كما هو معروف في العراق خط ونخلة وفسفارة. جيم، لكن أيضا كلام لابن تيمية، لكن قال الحافظ ابن منده ما رواه الإمام أبو بكر في كتاب السنة عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه عز وجل، فقال له رجل أليس قد قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال له إكرمة أليس ترى السماء؟ قال بلى. قال أفكلها ترى؟ يعني يريد أن يقول له أنت ترى السماء؟ قال نعم أرى السماء، وتقول أنا أرى السماء، لكن هل أنت ترى كل السماء؟ بالتأكيد الجواب لا، ليس كل السماء. يقول فإنك ترى جزءا من السماء، قسما من السماء، جهة من السماء، وجها من السماء، ومع هذا تقول أرى السماء، بمعنى أنه يقول بأن الرؤية المتحققة لا تعني أنه رأى كل الرب، وإنما رأى جزءا من الرب، جهة من الرب، جانبا من الرب. يقول ابن تيمية وهذا مروي من وجوه أخرى، لاحظ، ويقال لا يقول بالجسمية، لا يقول بالتشبيه، لا يقول بالتجزئة، لا يقول بالتركيب، إنه مجسم أصلي. لاحظ يؤكد كلام ابن منده، يقول وهذا مروي من وجوه أخرى. لاحظ أتى بكلام ابن منده وأكده، طبعا لم يعترض عليه فأتى به أكده، الاتيان به والاحتجاج به فهو تأكيد له، وبعد هذا قال هذا مروي من وجوه أخرى، هذا تأكيد آخر. إضافة لهذا يقول فلهذا ترجم أبو بكر بن أبي عاصم باب ما ذكره في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه. ماذا قال أبو بكر بن أبي عاصم الذي استشهد به الآن ابن تيمية؟ يقول أتى بعدة موارد تشير إلى رؤيا الرب، نذكر ماذا قال. يقول قال فروى حديث شعبة عن قتادة عن عكرمة عن أنس أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ربه تبارك وتعالى، وروى حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس هذا أيضا نفس الحديث رأى ربه، وروى، أنا أعطيت تسلسلات أولا وثانيا وثالثا، وروى حديث عاصم عن الشعبي وعكرمة عن ابن عباس قال رأى محمد ربه صلى الله على محمد وعلى محمد، وروى حديث عكرمة عن ابن عباس أن محمدا أن الله اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة أو بالخلة، اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤية، وروى حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس الذي فيه ذلك إذا تجلى بنوره، واختصره، والكلام لا زال لابن تيمية ينقل عن أبي بكر بن أبي عاصم. وسادسا قال وروى من حديث عن جابر بن زيد عن عطاء بن أبي رباح عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ثم دنا فتدلى قال هو محمد صلى الله على محمد وعلى محمد، دنا فتدلى إلى ربه عز وجل. وروى حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة. ثامنا يقول وروى حديث هشام الدستوائي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر، هذا عبد الله يقول عبد الله بن شقيق يقول قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألته عن شيء، أمي يتمنى هذا، يأمل هذا، كان يتمنى أن يسأل عن شيء، يقول لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن شيء، قال أبو ذر عن أي شيء كنت تسأله؟ عن أي شيء كنت تسأله؟ قال عبد الله بن شقيق كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر سألته، أي يقول أنا سألته، فقال أبو ذر سألته
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نور أني أراه. هذا هو الموجود في النسخة لكتاب بيان تلبيس الجهمية، نور أني أراه. طبعا نور أني أراه تدل على الرؤيا، هذا بخلاف ما ذكره قبل قليل عن ابن عباس الذي أيضا فيه ذلك إذا تجلى بنوره. ذلك إذا تجلى بنوره يعني لا يراه إذا تجلى بنوره، هنا يقول نور أني أراه. أقول لكن الأرجح بل المتعين والمتعين في الروايات ليس أني أراه، بل هو لإنكار الرؤيا لاستحالة الرؤيا فقال نور أنا أراه. كيف أراه؟ لا أراه، لا يمكن أن أراه. فقال سألته فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نور أنا أراه. وطبعا بخلاف أئمة التوحيد الأسطوري يذكرون أنا أراه، جماعة التوحيد الأسطوري كما ابن تيمية هنا وكما هو أبو بكر الذي يروي عنه أتى بعنوان أني أراه، وإذا أتوا بأن أراه سيفصل بين رؤية الدنيا ورؤية الآخرة. يكمل ابن تيمية عن أبي بكر يقول: وحديث هشام عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ عاشرا، أي الكلام لا زال لابن تيمية يقول: ثم ذكر، أي أبو بكر بن أبي عاصم ذكره، ثم إنه أي أبا بكر ذكر رؤية الله في الآخرة، ثم ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. إذن عندي الآن ابن تيمية يريد أن يستدل على كلام أو على ما ذكره أبو بكر، ثم إنه أي أبا بكر، أي إن أبا بكر بن أبي عاصم ثم إنه ذكر رؤية الله في الآخرة ثم ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. التفت جيدا، يعني أتى بموارد ذكرت فيها الرؤيا، ذكر أبو بكر بن أبي عاصم ذكر الرؤيا فيها، فيعقب ابن تيمية يقول: وهو أيضا ذكر رؤية الله، ذكر رؤية الله في الآخرة وذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام. إذن رؤيا في المنام ورؤيا في الآخرة، ماذا بقي؟ بقية الرؤيا عند اليقظة، في اليقظة. يقول: ثم إنه ذكر رؤية الله في الآخرة ثم ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، فعلم أن أحاديث ابن عباس عنده في اليقظة، لكن لم يقل بعينيه، لم يذكر بعينيه، لكن هو أتى الدليل، قال لأنه ذكر رؤية الله في الآخرة وذكر الرؤية في المنام، فماذا بقي؟ بقي الرؤية في اليقظة، لكنه لم يذكر لفظ العين وبعينيه. يقول: فاحتجاج المحتج بهذه الآية، أي بآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يقول فاحتجاج المحتج بهذه الآية وجوابه بقوله: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: فكلها تراها؟ دليل على، يقول هذا الاحتجاج، احتجاج المحتج والجواب على احتجاج المحتج، دليل على أنه أثبت رؤية العين، دليل على أنه أثبت رؤية العين. هذا كله تحت عنوان أبلغ ما يقال، هذا يضاف إلى ما ذكره من أدلة أبلغ ما يقال، ما ذكره من وجوه هناك من أدلة من براهين، هذه تضاف، هذا تأكيد على رؤية العين.